دي غلط. وهيدي 2 سنت بدل كيف بتمروا عليها كل يوم بتكون 2 سنت. بعد قرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بدولارة أسعار السلع، يبدو أن المواطن اللبناني بات يحتاج إلى آلة حاسبة، وعند كل منتج يضرب سعره المدولر بسعر الصرف لا يعرف قديش خسارته. هذا ما استدعى بمصلحة الاقتصاد في مدينة النبطية بالتحرك لمراقبة الدولارة. بتجنن يعني الواحد بده إذا بده يجي يشتري له شغلة بروحوا له عقلاته. نحن بالنسبة للدولار ما بنعرف بشي، يعني بنجي عم نحط عملية أسعار بالدولار إنه ما بتعرف. هلا معودين نحن على اللبناني، بس إنه شو الدولار يعني إحنا شو بعرفنا بهالشغلات إنه حاطين مثلا صفر دولار وصفر مدري شو كذا وهيك، نحن ما بنعرف. يمروا مراقبة على الأسعار وعلى يشوفوا الناس إنه شو كيف حالتها يعني بهالأوقات. إيه لا هلا الاسعار يعني هلا تقريبا انه تحددت يعني المعاش يلعب هو هي البورصه حدك هون فوق منك فبتشوفها وعلى اساسها انتوا عم تشتري بتساعد يعني بتشوف هذا السعر وفي فرق بالسعر يعني ايه مزبوط ولا معاش يلعب اكيد معاش يلعب. والله انا بدفع اللي موجود بجيبتي بدفع فيه دولار بدفع فيه لبناني بدفع وما بسالش ما بسالش الله يكون بالعون يعني العالم تعبين كثير ما في شفقة. بدي أخذ ملفوف بدي أخذ كوسة بندورة هيك شيء يعني اللي كل وقت بوقته ما بأخذ وبمون أنا عن لفترة يعني لا شيء منيح شيء لا بين سوبر ماركت بيفرقوا. 4 دوريات بمحافظة النبطية عم تجول هلأ على جميع السوبر ماركات حتى يلمس المواطن مرتاح أو مش مرتاح لتسعير بالدولار. عم نفهم بعض المواطنين يمكن مش عم يعرفوا شو أبعاد القرار أو المذكرة اللي طلعت من وزير معالي وزير الاقتصاد اللي هو بيأمن راحة للمستهلك واستقرار للتاجر. السلعة عليها 2 سنت السلعة عليها 3 سنت بتبقى مثل ما هي، ونحن بنعرف المواطن صار بيعرف بينام على بيعرف سعر المنصة وبفيق بيعرف سعر المنصة بيوصل على الكاش الشاشات كلها موجودة بقلب الصلاة تعطي سعر الصرف الآني ممكن يتغير باليوم 3 مرات بدون يغيروه 3 مرات والمواطن على الكاش حر يدفع دولار حر يدفع لبناني بيطلع بيقرش فاتورته. نطلب منه للمستهلك انه يساعد نفسه ويساعدنا ويحمي حاله الفاتورة اللي بيخدها من الكاش ما يرميها برا او بسلة المهملات هو ظاهر يتمحص ويشوفها لعل انه في شيء خطأ لصالحه. تليفوناتنا بالمكاتب تليفوناتنا الخاصة موجودة وما كان يتصلوا فينا ونحن حنبقى بخدمتهم.